على التليفون الشيخ عبد الحميد الأطرش، هو رئيس لجنة الفتوى الأسبق بدار الإفتاء. شيخ عبد الحميد، صباح الورد عليك يا فندم. صباح النور، صباح تفضلت الورد بيا عليك. اهلا وسهلا. نعم أولا ألف مبروك، احنا بنتكلم عن فتح المساجد بإذن الله لأداء صلاة الجمعة يوم الجمعة المقبلة بإذن الله. عايزين نعرف من حضرتك كده أبرز الإجراءات وكمان اللي المفترض اللي يستعمله وهي بتتوجه لأداء صلاة الجمعة. هو في الحقيقة أن هذا القرار كنا ننتظره من فترة زمنية بعيدة، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض كما قال: وأن بيوتي في الأرض المساجد وزواري عمارها، فمن توضأ في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. ويوم الجمعة هو يوم عيد في الأرض وعيد في السماء. يوم الجمعة وصلاة الجمعة فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع. تمام. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع بغير عذر فقد طبع الله على قلبه. تمام. والإجماع أجمعت الأمة على وجوب صلاة الجمعة. ولكن هناك أشياء أو ضرورات تحتمها الطبيعة ويحتمها الشرع، وهو أن الإسلام بني على قاعدتين اثنتين: لا ضرر ولا ضرار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة أن يغتسل الإنسان في بيته ويذهب إلى المسجد وقد وضع الطيب ولبس أجمل ثيابه. فعلى المصلين في هذه الأيام بالذات إذا توجهوا إلى الجمعة أن يتمثلوا أو يستمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل في بيته وأن يلبس أجمل ثيابه وأن يتطيب ما أمكن ذلك، وأن يذهب إلى المسجد في تؤدة. فإذا ما كان الإنسان به ذرة من مرض فصحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. صحيح. والإسلام دين يسر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. تمام. بمعنى أن الإنسان المريض لا جمعة عليه ولا جماعة عليه، فينبغي على المسلم إذا توجه إلى الجمعة وقد أذن الله لنا بفتح المساجد في يوم الجمعة أن يذهب الإنسان إلى الجمعة بكل الاحتياطات اللازمة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فعلى المسلم طيب أن هنا يحافظ. سؤال يا شيخ عبد الحميد، معلش واعذر على المقاطعة. دايما في صلاة الجمعة تعودنا أن الناس أو في الصلاة عموما بتصطف جنب بعضها، هل في من الممكن أو جائز شرعا أن الناس تتباعد بشكل بسيط داخل المسجد، ولا ده يعني يبطل من الصلاة، أو ده من الممكن أن يكون جائز شرعا؟ خير العادة ألا يكون للإنسان عادة. من المفروض أن يتمثل أو أن يكون المسلمون كالبنيان المرصوص، وأن يصطفوا صفا واحدا. ده في الظرف الطبيعي، لكن في الظرف الحالي حتى قيل سد الفرج. ولكن هناك ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. إذا كانت هناك ضرورة وهذه الضرورة يجب أن يتوخاها كل واحد منا. لماذا؟ لأن إذا كانت هناك فرجة بين المصلين بعضهم البعض ففي نفس الوقت فيه نجاة وفيه سلامة للآخرين. فمن كان به مرض أو من كان به ذرة من مرض أو إحساس بالمرض فليعتذر عن الجمعة، ولا ذنب عليه ولا وزر عليه. وإذا ما تباعد المسلمون فإن في تباعدهم رحمة. ولكني أقول أن المساجد ستفتح مساجد معينة، فأقول ينبغي أن تفتح جميع المساجد لإقامة شعائر الجمعة حتى لا يكون هناك اكتظاظ في مسجد أو في بعض المساجد ولا يمكن السيطرة على ذلك. فينبغي أن تفتح المساجد كاملة، وبالذات كل مسجد له خطيب أو له إمام أو له عامل أو إلى آخره، تفتح المساجد حتى لا تصطف المسجد. وصلت رسالتك، بشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء.